بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، معدات مزارع الدواجن. إن شاء الله أكلمكم عن لوح التحكم 2 مرحلة تم تعديلها من نظام تشغيل الشاشة دي لنظام شاشة ال STC1000. تمام، احنا معانا الباشمهندس محمد سعيد. احنا بنسلمه طبعا اللوحة، بنعرفه طريقة التشغيل لحضرته ولحضراتكم. تمام، ان احنا ازاي نشتغل عليها. طبعا الفيديو ده هترفع على اليوتيوب يا باشمهندس. تمام تمام، بناء عليه ان احنا ايه هنشغل اللوحه قدام حضرتك وقدام الساده المشاهدين. انا عندي دلوقتي الشاشه دي STC1000، دي موديلها. تمام، الموديل ده حضرتك بيشتغل معايا على نظام التبريد والتدفئه. تمام، بظبط درجه حراره واحده، ودرجه الحراره ديت بيقدر من خلالها النظام يحدد معايا نظام التشغيل سواء كان تبريد ولا تدفئه. بظبط درجه الحراره على درجه حراره واحده بس. تمام، درجه الحراره اللي هي ايه، انا بظبط مثلا على درجه حراره 30، اعلى من ال 30 بيبتدي النظام يترجم تشغيل على نظام التبريد، اقل من ال 30 مثلا بيشتغل نظام التدفئه. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. ده كده نظام التايمر اللي معايا. التايمر ده ليه استخدامين، استخدام في الصيف على نظام التبريد بوصله على الغاطس، وبعد كده في الشتاء بشغله على نظام الشفاط للتهوية. تمام؟ طيب، عندي هنا بعد كده في مفاتيح سلكتور، المفاتيح دي لها حالات. الحالة بتاعت المفاتيح اللي تحت دي، يمين هيشتغل معايا حرارة، شمال هيشتغل معايا تايمر. أنا بوظف كل حاجة بناء على دي كده لغة آلة. أنا لغة المستخدم من خلالي انا هوظف واوصل. طبعا انا عندي لاينين اهمت، اللاين الاولاني بيتوصل على اي حاجه انا عايز اشغل عليها بناء على حاله اللوحه. ده كله مقدمه عن اللوحه. تمام، لما اجي حضرتك بقى اجي اظبط الحاله بتاعت التشغيل، انا على سبيل المثال انا عايز اشغل على نظام التدفئه. تمام، انا عندي هيتر وعندي شفاط. تمام، الهيتر من خلاله بشغله على نظام التدفئه، فباجي على الازرار ده كده واخليها على الشمال. خلاص، المفروض المعتاد لينا ان احنا بنحط استيكرات ما لحقناش ان احنا نعملها لحضرتك، بس احنا ايه ان شاء الله متاكدين ان حضرتك هتوصلك المعلومه والساده المشاهدين. يبقى انا كده الزرار ده، المفتاح ده، ده كده حدد معايا حاله التشغيل. حاله التشغيل شمال، يبقى كده نظام التدفئه. طيب هنيجي حضرتك هنا بقى. تمام، هنعتبر ان احنا موصلين على اللمبه الخضراء دي مثلا، والمفتاح اللي تحت منها واللاين اللي تحت منها ده كده الهيتر. تمام، يبقى انا حضرتك بقى ايه باجي ايه بقى، انا قلت لحضرتك ان في هنا حاله التشغيل على الوضع اليمين حراره، على الشمال تايمر، دي براحتك. تمام، بس احنا عاملينها متكامله في حته ان ايه، يبقى كل حاجه، يبقى اللاينين او النظامين شغالين على نظام واحد. يبقى انا حضرتك اهو جيت اهو خليت الحاله على الشمال بتاعت التشغيل اللي هي التدفئه، وخليت الحاله هنا على اليمين علشان يظبط معايا الحراره. تمام، اشتغل معايا الهيتر اهو. طيب انا عندي منظومه التهويه، منظومه التهويه مربوطه على التايمر. تمام، فباجي هنا برضو باجي على المفتاح ده واعكسه على هو كده عشان حصل بس ايه، حصل ان كان في المشترك مش كان مظبوط. تمام، فانا دلوقتي في الحاله دي بيشتغل معايا اهو الشفاط، اهو بيشتغل معايا التهويه، بعمل كلهم كده عكس بعض. خد بال حضرتك، يبقى انا كده في الحاله دي، في الحاله دي الشفاط شغال اهو، الشفاط شغال على نظام التايمر اهو كده، الشفاط شغال معايا على نظام التهويه، والهيتر شغال معايا على نظام التدفئه. استاذن حضرتك اعمل كده على الحساس. تمام، امسك الحساس كده انه ياخد درجة حرارة ايدك. ايوه، هتعلى معايا درجة الحرارة اهي. تمام، هيفصل معايا نظام التدفئة. الهيتر كده انا ظابط على 26. تمام، هيطفي معايا كده نظام التدفئة اهو. افرك كده بايدك، افرك بايدك. يبقى كده لما علينا درجة الحرارة اهوت الهيتر فصل وقلب معايا الشاشة على نظام التبريد. طيب ده كده بالنسبة يا باشمهندس لحالة التهوية والتدفئة.
في وضع الشتاء. بقى دي كده شكل حاله الايه المفاتيح لو انا ايه، ده ابسط تعبير يعني. تمام. طيب انا عايز اظبط على نظام التبريد. تمام. بعكس حضرتك كده، عكست كده المفتاح اللي هو اللي فوق. ايوه بالظبط. خلاص. طيب طبعا درجه الحراره نزلت اهي يا باشمهندس. خلاص. هنعتبر بقى معايا الاعتبارات هنا تختلف. تمام. هنعتبر دلوقتي هنعتبر دلوقتي ان اللي شغال ده كده دلوقتي، ده كده الشفاط وده كده الغاطس. في حاله ان انا بشغل الغاطس بشغله على التبريد، التبريد اللي هو على التايمر عفوا. تمام. فالتايمر دلوقتي بيبل معايا حسب تقديرات حضرتك للورق، ببل الورق وبيفصل بناء على التايمر. تمام. طيب درجه الحراره دلوقتي اتحققت، هي اقل من ال 26. لما اجي اعلي هيشتغل معايا نظام التبريد. خلاص. يعني دي لوحه معايا متكامله. خلاص. لغه الاله فيها انا بوظفها للغه مستخدم، بشغلها بناء على رغبتي انا. دي كده حاله التبريد في وضع الصيف. تمام. خلاص يا باشمهندس. طيب تمام. عايز تستفسر سيبوه في تعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناه. الفيديو ده كان مسجل بحضور الباشمهندس محمد سعيد، تمام، صاحب اللوحه، وان شاء الله ده هيترفع على اليوتيوب لحضراتكم كمرجع ليه ولحضراتكم. اي استفسار سيبوه في التعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير. عباد الرحمن، مستلزمات المزارع.